للترجي ثلاثة نقاط للأحمر ولا أصفر، ولكن اعتداءات احتجاجات تقريبا كل من الحاجة تمنيناها ما تصيرش في الكلاسيكو هذا صارت، خلتنا نحكي ونعانونه أول حلقة ونقوله كلاسيكو للنسيان. كلاسيكو بدا حلو يا راف وانتهى مر بمشاهد مزرية يخجل الواحد باش يوصفها. كلاسيكو كان فيه من الأول ظنينا شوية لعب، عرف فيه النجم كيفاش ينهي الشوط الاول لصالحه باستغلال مباشر لهفوات الترجي 2-1 بعد ما كان الترجي متقدم في الدقيقه 17 بهدف لصفر. في الشوط الثاني اوجكم صحيح توا، وكل ما تقدمنا في الوقت الا وزادت الاعصاب في التشنج وهربت المقابله من يدين الحكم الخميري ومنح الترجي بفعل فاعل مخه قال له هكا ضربه جزاء على الحيط، ضربه جزاء ما راها كان الحكم، وصار اللي صار وانتهى اللقاء بالترجي بانتصار الترجي 3-2. حسب رايي انا وخليني نقول الحقيقه ولا خوف من ذلك، انتصار مخجل صحيح يخلي الترجي يزيد في الهروب، لكن نحب نعاود نقولها انتصار مخجل مقابله يا راف للنسيان، وان شاء الله في الدربي ينسيونا في اللي صار اليوم. انا نحب نحييك حاجه خاطر قبل ما نبداو نحضروا في الحلقه وبعد النتيجه وبعد اللي صار قلت له برنس تحب ما تحكيش على الماتش، انت من احباء الترجي تقول معناها في كل منابر العالميه، قال لي لا نحكي باش نقول رايي، انا شفت البينالتي ماهيش بينالتي، البينالتي فتحي احداث العنف اللي صار بين الجمهور والامنيين اللي صار في المقابله، اش قعد لك في من الكلاسيكو؟ ولا اش قعد لي؟ قعد لي مقابله ممتازه معناها مقبوله فنيا مقبوله، معناها كانت مقابلة فيها فرجة فيها أهداف إلى حد الدقيقة 84 إلى حد الدقيقة هذه متاع إعلان على ضربة الجزاء بطبيعة الحال، ضربة جزاء ما نعرفش الترجي ما يستحقش هدية كيما هذه، ما يستحق ضربة جزاء من النوع هذايا تتعطى له، لأنه ضربة جزاء هذه كما قال الحاج ما راها حتى حد ما فماش، وكان الحكم دخل منعرج في المقابلة منعرج كثير قبله هو بشوية، الجماهير كانت شعلت النار، الجماهير كانت تحتاج وقفت مقابلة وقت نتيجة 2-1 واستاد ما عادش نراو منه حد شيء، معناها ما عادش نراو لأنه بالشماريخ والاعتداءات اللي وقعت بين الأمن والأحباء بعد دقيقة 84 اللي كنا نراو فيه شيء يحشم، اعتداءات على الجمهور، اعتداءات على الأمنيين، أمنيين مضروبين، تصور رجعت في وقت المال لأنه المقابلة تتعدل برا يا راه تفرجوا فيها في قناة الكاس، تفرجوا فيها في الخليج، الصورة متاع الأمني اللي وقع الاعتداء عليه، أنا مفضل عدي لي العصافر فوق ما تعديليش، لا هكا لا لا معناها أمني يقع الاعتداء عليه إلى حد ذاك، رأيي وقفونا الكرة في تونس، سماح ما ترشحنا الكاس، وقفونا الكرة، والاثنين عندي اقتراح غريب وغريب جدا، أعملوا بطولة ما عادش فيها كلاسيكو، أعملوا بطولة ترجي ونجم يلعبوش مع بعض. لانه لقاء في الذهاب نسيتوا لقاء في الذهاب يا راه اكل فضيحه، كيفاش تقول انت بالقلاقل نتاع مقابله الذهاب اللي فات سر ومعناها اوراق حمراء وعنف، عاودوا قاع اليوم في مقابله الاياب، مقابله كانت حلوه كانت فيها فرجه كانت مقبوله نسبيا، ولكن مع الاسف الترجي راهو يا سيد الحكم لا يستحق هديه مثل هذه، الترجي كان قادر ربما في الستة وسبعة وعشرة دقائق اللي مازالوا تو يسجل، وكان ما سجلش النجم كان يستحق الانتصار، وكان ما سجلش راهو النجم ربح يا حكم سمعني، وزعت البطاقات الحمراء كما حبيت، اما اول ورقة حمراء تتعطى للحكم هذا، واذا كان الجامعة والرابطة ناس معناها ما عندهمش يد في اللي واقع هذا الكل، هذا يقع اقصاؤه لانه هذايا سوء النية نتاعو كان واضح وجلي، فسد علينا فرجة حلوة، فسد انتصار الترجي. سؤالك مش باري فتحي كي تقول لي كان الجامعة والرابطة ما عندهمش دخل في اللي صار هذا الكل، الجامعة بالطبيعة بالطبيعة لأنه بتعرف الناس كل تحكي، أنا ديما نمشي بمبدأ حسن النية، الناس كل تحكي من اللي بدا الموسم والترجي رغم اللي هارب تسعة هارب عشرة كل مقابلة الترجي ضربات جزاء، كل مقابلة الترجي ضربات جزاء، فيهم اللي فيهم وعليهم، فيهم اللي واضحين. نحب نعطيك من الاخر القفله الاخرانيه بالنسبه لي، تعرفش علاش الترجي ما يهزش الشامبيونز ليغ السنه؟ انا نعطيك انا بالنسبه لي انا من الحكام التوانسه اللي زفروا للترجي،
لانه حكم تواصل زفر الترجي غلطوا لاعبيه الترجي في باله كي هكا احتكاك صغير وكذا يعطيه ضربه جزاء ضد الاهلي ضربه مضروب وما يعطيك ضربه جزاء ولا دونك راكم مسؤولين يا حكام حتى على فشل الترجي في الحصول على كاس رابطة الأبطال اللي هي متاعو شوهتوا انتصار الترجي وشوهتوا هزيمة النجم لأنه خرجت ببطاقات حمراء بالجملة. وانت تحكي على الجامعة بلاغ على أثر مقابلة الترجي والنجم الساحلي اليوم الخميس 15 فيفري تقرر ما يلي دعوة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجرير لجنة التحكيم الاجتماع بشكل استعجالي هذه الليلة قصد تقييم أداء حكام المقابلة المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق بين السيد رئيس الجامعة والسيد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بيصير على أثر مرافق أحداث الكلاسيكو من احتياجات على على التحكيم وعلى اداء الحكم اللي حكم المقابله هذه ضربه الجزاء كما قلت تقريبا شبه اجماع كلامي نجم يغشح به الترجي لكن تفرجنا الكل في المقابله في المقابل تولي تفرج في حاجات معناها تقول حكم كيفاش يقبلهم على روحه مثلا تشوف علي البريق يمشي له قريب نص متر الكلمه الزايده اللي قالها معناها تفهمها حتى واحد ما ينجمش يتفرج ينجم يفهمها معناها في التلفزه وهو عمل روحه ما في بالوش ودار واعتبر ظهر علاش يقبلوا حكامنا على روحهم هذا كيجي نعرفوا التحكيم يدخل في برشا فلوس والله نقول صح يا تكون حكم وتعمل اسم وتعمل كارير وهذه بينالتي نعطيها صحيحه ما ميش صحيحه ما نعطيهاش اللي سبك ورقه حمراء وتعمل رابور من بعد يتعاقب اربع وستة جمعات علاش هذا ينكرهونا في الكوره فتحي خلاص كرهونا في الكوره انا نجاوبك عليه علاش الحكم يبداو يسبوا فيه واليوم رينا حقه ترى اي علاش 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 لانه ضميره مش مرتاح اي فلا لانه ضميره مش مرتاح يقول بربي انا ظلمت الفريق هذا ولا راه قطع نظر على كونه مقابله الترجي ونجم انا طلبوني الناس من برا ويخدم بديع بن جمعه اللي ترجيس في الدم قال لي بالحرام فضايح وتفرجنا فيها الناس كل فضايح مع الاسف كان هذا قوس الكلاسيكو باش نحكيو باكثر